بكم متابعينا ومتابعي التلفزيون. اليوم السابع في كل مكان من النادي الاجتماعي في مدينه الغردقه، بس اللايف ده لايف ليلي مسائي. حضراتكم شايفين في الصوره المكان وتجمعات الاهالي على شاطئ البحر في النادي الاجتماعي التابع لديوان عام محافظه البحر الاحمر. الحقيقه النادي ده بيبقى فيه اقبال كتير جدا على الاسر في لحظات المساء، زي ما انتم شايفين من الجانبين عدد كبير جدا من الاسر موجود، والمناطق المختلفه من النادي كبير جدا وبيشهد اقبال كبير من المواطنين في لحظات المساء، وخاصه في فصل الصيف. فصل الشتاء طبعا ما بقاش في حد قاعده جميل على البحر، عدد كبير من المواطنين بيبقى موجود هنا، وخاصه الوافدين لمدينه الغردقه من مناطق مختلفة. يمكن في الصورة قدامكم يعني عدد من المواطنين الموجودين اللي بيقضوا مع أسرهم وقت جميل على يعني شاطئ البحر الأحمر في لحظات وأمسيات في ليالي الصيف في البحر. النادي الاجتماعي ده يعني هو أكبر مكان بتوصل أو بتيجي فيه المواطنين في فترات المساء في مدينة الغردقة، وخاصة يعني في فصل الصيف، لأنه يعني ده في وسط مدينة الغردقة، وكمان عدد كبير جدا من أعضاء أو من أهالي مدينة الغردقة بيبقوا أعضاء في النادي ده، وبيدخلوا بيقضوا وقت جميل. احنا مش عاوزين يعني نقرب من الناس عشان القصية، لكن يمكن في الصورة ظاهرة قدامكم عدد كبير جدا من المواطنين موجودين حوالين او على شاطئ البحر في يعني اماكن مختلفة من النادي الاجتماعي في مدينة الغردقة. هنفرجكم دلوقتي طبعا المكان، فيه مناطق لألعاب الاطفال، فيه كراسي وترابيزات في كل مكان على شاطئ البحر. امتد الشاطئ في الشاطئ بتاع النادي في لسانين في البحر، لسان طويل جدا ممتد لداخل البحر وممتد على جانبيه كله، طبعا مقاعد وقاعدة جميلة على شاطئ البحر. يمكن شايفينها انتوا قدامكم، يعني بنوري حضراتكم تواجد المواطنين وتواجد الاطفال ولعب الاطفال في اماكن مختلفة في يعني شاطئ النادي الاجتماعي في مدينة الغردقة، علشان طبعا ده في الفترات الليلية بيبقى عددهم كبير جدا وبيجوا في أعداد كبيرة متواجدين على شاطئ البحر. والنادي ده بيشهد اقبال كبير طبعا في فترة الصباح يعني على الشاطئ، ان هو شاطئ زي ما قلنا هو في منتصف مدينة الغردقة، وفي عدد كبير جدا من المواطنين في مدينة الغردقة أعضاء في النادي ده، فبيبقى فيه إقبال كبير جدا على النادي بشكل عام. طبعا من الحاجات المهمة في الشاطئ ده زي ما قلنا ان هو في فترات الصباح معدلات امان كتير جدا بالنسبه لنزول البحر، وبيتميز ان هو كمان في عدد من الكافيهات ومن المحلات التجاريه المختلفه اللي ممكن يحتاجها اي حد بيزور النادي، سواء الصبح او سواء بالليل، علشان يقعد يقضي وقت جميل هنا. بيبقى طبعا وقت ممتع مع اسرته. بفضلا عن ده كله ان النادي فيه ملعب رياضي كبير جدا، بيبقى الشباب بيتجمعوا بيلموا بعض وبيقوموا عرضوا مباريات لكرة القدم هنا ودوريات مختلفة. يمكن مدينة الغردقة كمان بتحتوي على عدد كبير جدا من المناطق الترفيهية في لحظات أو في ساعات المساء دي، منها المكان ده النادي الاجتماعي في مدينة الغردقة، وكمان يعني ممشى الشيرتون وممشى النصر وممشى شري، وعدد كبير جدا من المناطق المختلفة اللي بتيجي المواطنين في ساعات المساء علشان يقضوا وقت جميل فيها. طبعا ان المكان ده زي ما قلنا لكم بيشهد اقبال من المواطنين اللي هم اعضاء في النادي، واللي هم كمان يعني زوار مدينه الغردقه اللي بيجي ياخد يوم، فبيجي يقعد قعده جميله هنا على البحر. زي ما حضراتكم شايفين تواجد الاهالي بعدد كبير تحت يعني على شاطئ البحر مدينة الغردقة، وإن المكان ده ضمن عدد كبير جدا من الأماكن في مدينة الغردقة الترفيهية اللي يعني بتستقبل عدد كبير من أهالي مدينة الغردقة في ساعات المساء. هنا الأطفال بيلعبوا براحتهم، وكمان الأسر بتقعد على شاطئ البحر في جو رومانسي جميل جدا. و
النادي الاجتماعي طبعا ده تذكره الدخول ب 50 جنيه، غير الاعضاء، وللاعضاء بيبقى الدخول بكارنيه ميه، وتابع طبعا لدكتور المستشفى الاحمر في رئاس مجلس ادارته سكرتير عام محافظه البحر الاحمر واعضاء مجلس ادارته للقيادات المحافظه. متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان كما عودناكم، يعني اهلا بنستعرض لكم المناطق الترفيه في مدينه الغردقه، وده كان اهم المناطق الترفيه في مدينه الغردقه هو نادي الغردقه الرياضي. بس النهارده طبعا احنا جينا المكان بالليل عشان نوريكم تجمعات الاسر في المكان ده على شاطئ البحر، وبيشوفوا المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده، منظر البحر جميل جدا مع نسبه الهواء والقعده الجميله ولعب الاطفال، والهم بيلعبوا الاطفال في كل مكان. كنت معكم انا عماد عرفة مدير مكتب جريده اليوم السابع في محافظه البحر الاحمر من النادي الاجتماعي في مدينه الغردقه. شكرا لكم.